السلام عليكم. واش راح تسمعوا؟ انا سمعتها شغل دوخني شويه. بلاش نروح المكتبه لو اعتل واحمل. خليني اقول لك هي شغله سريعه والله، بدي احكيها انا وعدت فيها في الحلقه الماضيه. احكي. قلت بدي احكي لكم عن حكايه اللواء مصبح راشد الفتان واخته بدريه، باعتبارها جزء من الاسره الحاكمه في الامارات. شوفوا، في ظاهره انا اشرت لها في احدى الحلقات وقلت هذه ظاهره مرضيه، يعني هون الاطباء علم النفس والاجتماع بدرسوها في الولايات المتحده وبيعتبروها نوع من الشذوذ. بارتو عبد العزيز ال سعود اتجوز حصة صديري وكان عمرها 12 سنة أو 13 سنة. كيدو قعدت معاه أسبوع وخلص المهمة تبعته وطلقها. اتجوزها مين؟ أخوه محمد. صار عمره 16 سنة، اتجوزها محمد وخلف منها ولد. شافها عبد العزيز حلوت في عينيه فرجعها وخلف منها أولاده السبعة اللي اشتهروا باسم السديريون السبعة، لهم فهد وسلطان ونايف، وهذا حتى الموجود حاليا مو منهم، وتركي اللي كان متجوز الفاسي. هذه القضية انه انت تتزوج امرأة وبعدين تطلقها ويجي اخوك يتجوزها ويطلقها وبعدين تيجي انت ترد ترجعها تتجوزها وكذا. علماء الاجتماع وعلم النفس بدرسوها لانه هي ظاهرة مش طبيعية والله جد، يعني هذه ليست ظاهرة طبيعية، هي منتشرة عندهم. يعني وليد بن طلال تجوز واحدة، طلقها تجوز أختها، اللي طلقها راحت تجوزت ابن عمه، طلقها تجوز مش عارف، يعني هذه علاقات ليست طبيعية أنا في اعتقادي، يعني وخاصة أنها لا تمارس للضرورة. يعني في ناس بيقول لك ما هو معروف أنه إذا واحدة ماتت وعندها أولاد فممكن يتزوجها اخو المتوفي عشان يرعى الاولاد. يعني في حالات زي هيك كانت تحصل في الاردن مثلا، لها علاقه هيك بالجوانب الانسانيه والاخريه، بس هذول الامراء وكذا لا، ما لهاش علاقه بانساني ولا قرود. خلص مرت اخوه حلوت عينيه خلاها يطلقها يتجوزها، مره اخت مرته حلوت في عينيه فطلق مرته وتجوز اخته. يعني قضيه تحتاج الى تفسير. شو علاقة هذا بمصبح اللواء مصبح راشد الفتان؟ مصبح راشد الفتان كل الإمارات بيعرفوا إنه هذا كان مدير مكتب مين؟ محمد ابن راشد المكتوم. مصبح اللواء مصبح راشد الفتان كان مديرا لمكتب محمد راشد المكتوم، وأخته بدرية اتجوزها محمد ابن راشد المكتوم، والخلاف صار لانه قالوا انه مصبح حط ايده على اراضي على البحر وبنى مولات وبنى مش عارف ايه، فزعل منه محمد بن راشد طرده وطرد بدريه. مين اللي اجى يتجوز بدريه؟ محمد بن زايد. وجاب اخوها محمد مصبح بن راشد الفتان وعمله مدير مكتبه. أول يعني مدير مكتب محمد بن راشد اللي انطرد واخته اتطلقت، فاجى محمد بن زايد قال عشان هيك الا بدريه ساكنه في دبي. بدرية اللي هي الزوجة الثانية لمحمد بن زايد، لأنه زوجته الأولى سلامة بنت حمدان، زوجته هاي بدرية حلوت في عينيه، محمد بن راشد تزوجها وطلقها حلوت في عينيه، تجوزها وجاب أخوها اللي انطرد لأنه هذاك اتهمه بأنه يعني حط إيديه على أراضي بشكل غير قانوني وكذا، وجا عمله مدير مكتبه. هكذا تدار العلاقات في دولة آل طقعان. يعني بدك تعرف تاريخها بس انظر في قضية بدرية واخوها مصبح. هذا بذكرني بذكرني بقصة ناهد وناهدة. ناهد وناهدة في الأردن، في وزير داخلية في الأردن كان اسمه اعتقد محمد نزال العرموطي، هذا ابن الوزير العرموطي اسمه عمر، وهو مؤلف هذه الموسوعة وهي تقع في عدة أجزاء وموجودة عندي. هو اللي بيذكر في موسوعته عن قصة عشيقة الأمير عبد الله مؤسس المملكة اللي اسمها ناهدة، وكيف اختلف الأمير مع شيوخ العشائر بسببها،
الكتاب موجود في الأسواق يباع، حتى نشر خبر في الصحافة الأردنية عند صدور الكتاب أنه تم تكريم المؤلف في حفل وقع فيه الكتاب للمشترين، أقاموا الحفل المركز الثقافي الملكي، وهي صورة عن الحفل في عمان. هو العرموطي أقام ورثته أقاموا حفل وأعلنوا عن التبرع بمكتبته للعاصمة. ابنه حاطط كتاب اسمه، يمكن أنا ذكرته مرة في إحدى الحلقات، كتاب مجلد هيك من نسختين عن يعني عن عمان أيام زمان، شيء من هذا القبيل. بذكر قصة ناهد وناهدة. ناهدة سيدة سوداء كانت جارية في قصر الأمير عبد الله اللي أسس إمارة شرق الأردن. وناهدة جابها معاه من السعودية الأمير عبد الله علشان ترعى، يعني زي مربية عشان ترعى بناته. ولأنها جارية ابتنى بها هلبن، وأصبحت ناهدة في فترة من الفترات هي التي تحكم في الأردن، في إمارة شرق الأردن. ناهدة وأخوها اسمه ناهد، ناهدة وناهد. وإجا بنوا لهم، فإجا مهندس فلسطيني بنى لها قصر مشهور كان في، بذكر عنه العرموطي في كتابه، قصر في عمان كان القصر الأبيض، كان يسمى هيك القصر الأبيض، هو اللي بتحكم فيه ناهدة. كان يقولوا لها العبدة، بتعرفوا هذه اللفظة بتطلق على الجواري في البلاد العربية والإسلامية. فناهد وناهدة كانوا اثنين تقريبا هم اللي بيحكموا في إمارة شرق الأردن، كأنهم هم يعني بيلعبوا دور فايز الطراونة، يعني زي رئيس ديوان ورئيس الديوان، اللي بده قضية يروح يا عند ناهد يا عند أخته ناهدة. ناهدة طبعا الأمير عبد الله لما إجا أول شيء سكنها في مخيم في ماركة في منطقة اسمها شنيلر، هذه الشنيلر اللي بعدين إجت بعثة يعني تبشيرية ألمانية وبنت مدرسة هناك اسمها شنيلر، والله أنا كنت بدي أدخلها هاي وأنا بالصف الأول إعدادي، ورحت عملت فحص وحكيت يمكن عن الموضوع في الستينات الحكي. فناهدة كانت تسكن في مخيم شعر هناك، لأنه الأمير عبد الله لما إجا من معان ما كانش في مكان يسكن فيه، فسكن في ماركة في مخيم. وبعدين إجوا مهندسين فلسطينيين بنوا له عمارة بيضاء مشهورة كانت في جبل عمان، وكان يقولوا لها القصر الأبيض، وكانت تعيش فيها ناهدة هذه. فكان اللي بده شيء يروح على ناهدة. فوقتها واحد من كبار رجال العشائر كما ورد في كتاب العرموطي، يعني مش من عندي جايبها، في كتاب هذا العرموطي اللي هو عن عمان أيام زمان ويباع في الأردن الكتاب من جزئين. كما ذكر هو أنه أحد شيوخ العشائر انتقد العلاقة اللي بين الأمير عبد الله وناهدة، نشوها يعني اعتبرها أمر معيب، خاصة أن الأمير عبد الله كان متزوج من شريفة من أميرة يعني. ووصل الكلام للأمير عبد الله فأقسم أنه يقص لسانه، هذا وفقا لكتاب العرموطي، عشان ما حدش يقول لي بتحكي وبتحكيش، روحوا عند مكتبة أبو علي، كشك أبو علي اللي فات عند البنك العربي في وسط عمان، وقولوا له بدنا كتاب العرموطي ويقروها. أنا يمكن عملت حلقة مرة وذكرت حتى الصفحة، يعني قلت في الكتاب في صفحة كذا بيحكي كذا. فهذا شيخ العشيرة الأمير عبد الله هدد بأنه يقص لسانه، وفي اجتماع وكان موجود شيخ العشيرة، فالأمير عبد الله سأله قال له أنت قلت هذا الكلام عني؟ فقال له آه، قال له آه قلت هذا الكلام عنك، لأنه ما بيصير يعني ما بيصير. فطبعا لا قص لسانه ولا قص مناخيره. مصبح وأخته بدرية هم اللي كانوا يحلوا يربطوا في دبي، وبعد ما عملوا اللي عملوه وطلقوا اثنين، حمد بن راشد إجا ابن زايد اتجوز بدرية وحط ذاك مدير مكتب وصاروا بيحكموا في أبو ظبي. يعني بدك واسطة عند محمد بن زايد، شوف حدا بيعرف بدرية أو شوف حدا بيعرف مصبح راشد الفتان.
عدو طردته من دبي كما علمت انا من رجال اعمال في دبي. لا هذا مصبح انه حط ايده على اراضي على البحر وعمل مولات وعمل عمارات وعمل استثمارات وعمل يعني في دول ثانيه مضى عمره بالسجن. اذا في الصين يعدم، في دبي لا. قالوا له خلاص احنا زعلانين منك وخذ اختك معك. اخذ اخته جم محمد بن زايد قال والله زين انا بيها. هذه احدى القصص اللي تعطيك فكره عن دوله طقعان كيف تدار اموال الناس. عشان هيك بروحوا بطردوا يا حرام عائلات سوريه بالجمله، بيخفضوا مرتباتهم وما فيش ميزانيه. ما هو طبعا مش ميزانيه، ما انتوا ما هي بدريه الحاله هذه بدها مصاريف كثير يا عم، مش ملحقه عند الشيخ فلان وعند الشيخ علان. ومحمد بن راشد لحاله هذا بينعمل في افلام، يعني علاقاته النسائيه عدد الزوجات اللي تزوجهم خرافي، وكانوا يجيبوا له بنات 12 سنه 13 سنه وبقسطه في فندق الجميره، في فندق في لندن بيتبع بيمتلكوه هم اهل دبي اسمه الجميره. حكايته معروفة محمد بن راشد يا عمي. هي في الـ 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 في الـ في الـ 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 في الويكيبيديا كاتبين والله عنده زوجتين بس هند وهيا. وبعدين في البنات، قائمة البنات في يمكن 10 بنات مذكورة أسمائهم، بناته كاتبين مجهولات الأم. طبعا مجهولات الأم، هو كان كل أسبوع كل يوم كان يتجوز كل يوم، وكان يحب ال 14 13 12 معروف قصته يعني محمد بن راشد بيدوفاير. ولا ليش ابن راشد حط المسدس في راسه؟ هذه كل اهل دبي بيعرفوها، ما حدش يقول لي بعرفهاش. ابنه اللي انقتل، هم قالوا انقتل في اليمن روايتهم يعني، وفي روايه ثانيه انه لا يا عم معروف كيف انقتل. قصه انه وضع المسدس في راس والده معروفه، بيسأل امه للولد هند، ما هي هند امه بتكون لراشد. في قصص كثيرة تروى ويجب أن تروى، ما أنت حتى تفهم كما قلت أنا إنه يا عمي شو هالدولة، ما أنت يعني في قرارات عم تتخذ زي موضوع ترامب. يعني ترامب عم بياخذ قرارات الناس ما عم بيفهموها، فإجا صحفي أمريكي وضع كتاب حلل فيه شخصية ترامب وفرجاك كيف يتخذ هذا الرجل قراراته، ليش، شو هي البيئة التي أنتجته. زوجته الأولى وزوجته الثانية، ترامب زوجته الثانية متزوجها بكونتراكت، كان موظف عنده، في هون قانون هيك يعني ممكن تتزوج واحدة باتفاق، مش عقد زواج نكاح، لا لا باتفاق، عشان يعني في وهذه بيعملوها عادة الأثرياء يعني، علشان هون القانون إذا واحد متزوج وطلق 50-50 يعني زوجته تحق لها تاخذ نص ثروته. هم هذول الأغنياء بروحوا عاملين عقد في اتفاق مشهور هون إنه يعمل معها اتفاق إنه إذا طلقها تاخذ مثلا 10 قروش بس في أوروبا قاع، مش نص ثروته. مرت ترامب هيك عامل معها اتفاق زي هيك، فأنت حتى تفهم الكثير من قرارات واحد زي ترامب ولا واحد زي محمد بن راشد المكتوب ولا واحد زي محمد بن سلمان ولا واحد زي طقعان. لازم تعرف البيئة وطبيعة العلاقات الإنسانية والاجتماعية اللي تربطهم. قضايا الزواج مهمة جدا والخلفة والأولاد، حتى تقدر تفهم أنت أنه شمعنا يعني كل واحد من إخوان محمد بن زايد بيطلع في هيليكوبتر تقع فيه، جوز بنته اختلف مع بنته طلع في طيارة هيليكوبتر وقعت فيه، أخوه اللي في كان في المغرب طلع في طيارة وقعت فيه. يعني ليش؟ ما بدك تفهم ليش. إيش معنى يعني الشيخ زايد لما عزل أخوه الشيخ شخبوط، أولاد شخبوط اثنين وأحفاده اثنين انقتلوا، ليش؟ حوادث. إيش حادث سير زي الشيخة فايزة البريكي، شيخة فايزة حكيت عنها أكثر مرة وأنا عامل حلقة بالتفصيل عنها، قتلت تحت عجلات قطار في الأندر جراوند في لندن، وبعد 8 شهور قتل ابنها بنفس الأسلوب. والله حكت لي الله يرحمك يا فايزة، ما هي مين اللي شرح موضوع فايزة، مين اللي أصلا عرف الناس بفايزة؟ أنا بمجرد ما تركت الإمارات وحطت رجلها في لندن كان تتصل بي يوميا وبعثت لي صورها الشخصية وبعثت لي الرسائل بخط إيدها أنا نشرتها، وحكت لي قصتها مع ضاحي وضع إيده
على مكتبها، طابق كامل مستأجر في عمارة كانت عنده، وعامل مكتب حط 30 40 مليون دولار عفش، حط ايده على العفش بحجة شيكات ما شيكات مش عارف شو. هلا المكتب تبع ضاحي في برجه، حتى المسامير في الحيط لفايز البريكي ابدا. ففي اشياء كثيره يجب ان هذا ضاحي اللي انا عم بقول لك محطه الجزيره الي على الارض تبعتي ومش عارف ايش. وبعدين في ناس يمنيين انا بيزعلوني احيانا، يعني في بعض القراء اليمنيين، يعني اليمن اصل العرب، المثقفين اليمنيين بيضرب فيهم المثل، انما في يمنيين جهله. فاحنا لما يجينا قلنا انه هذا ضاحي ابوه يمني، طلعوا الناس واليمن واليمن وكده، احنا بنسب في اليمن. ولك حمار، نحن نشخص، نحن نقول انه هذا اصله مش اماراتي، هذا اجى من اليمن. مش معنى هذا انه اللي بنسب على اليمن احنا. ما في نصاب في الامارات اسمه خالد القاسمي اللي بيطلع بقول لك الشيخ من الشارقه، هو مش من الشارقه. مره عملنا حلقه وقلنا يا عمي هذا مش الشارقه، هذا يمني. مش معنى هذا احنا بنقلل من قيمه اليمن، انما عم نقول انه هذا عم بينفي عن حاله. بالعكس، هو يعني المفروض انت بدك تسب في ضاحي لانه عم بينكر اصله اليمني. هو اللي بيقول عن حاله يمني. يمني بس ايش، كان في عمان، ومن عمان اجى. في واحد قال لي ما انت قلت انه كان عماني، ما هو اللي قاله. يعني هو كان موظفا يمنيا، بيشتغل في عمان، بيشتغل في قطر، هو يمني. فاحنا ما كفرناش لما قلنا يمني. مش معنى هذا انه احنا بنستعير. وبعدين يجي يقول لك احنا اليمنيين، ما انتم عم تذبحوا بعض. يعني اذا بدنا نحكي بصراحه، يعني اليمنيين ما هو محمد بن زايد مشغلكم ومشتري ناس منكم ودايرين انتم بتذبحوا بعض، عاملين ميليشيات بمول محمد بن زايد، ميليشيات يمنيه عم تذبح في اهل عم تذبحوا بعض. ما هو مش بس الجيش السعودي والجيش اليمني، الجيش السعودي والجيش الاماراتي والجيش السوداني هو اللي بيقتل فيكم، انتم عم تقتلوا في بعض. فهذول الذبان. وطبعا في، انا قال لي ابو عباد، قال لي لا هو بتلاقي هذا اللي صار يحكي باسم اليمن واليمن، قال هذا قال لي واحد ذبان سعودي او اماراتي بده يحرك يا ابو نضال على اليمنيين. بس برضه يعني تكون يعني ان يوضع الشعب اليمني في الصوره، في انه انت لما تيجي تذكر في قضيه زي هاي مش معنى اهانه لليمن واليمنيين، وانما نرد الرجل الى اصله. واحد عم بقول لك انا اماراتي وبني ياس وقطر الي، وهو ابوه مواطن يمني كان يعمل في الامارات، ما في عيب، ما في عيب. انما هو نحن نصحح المعلومه فقط. علشان هيك هذه قضيه بدريه ومصبح راشد الفتات، كل اهل دبي بيعرفوا فيها ولا يجرؤ احد ان يذكرها. علشان هيك اللي بيجي بيقول لي انه يا اخي طقعان وزقنا من طقعان، مو ما عادش بحكيها، هي قصه زي هاي مهمه جدا وبتبين لك كيف تحكم الامارات وكيف تدار دبي. ما حدا بيحكي فيها. هات فرجيني اي صحيفه ولا اي نشره ولا اي موقع يسترجي. طبعا معذورين الناس، يعني انا ما بزايد عليهم، معذوري، انما يا اخي يجب ان يقال هذا الكلام، لانه هذا بيفسر الكثير من القرارات اللي عم تتخذ الان. الكثير يجب ان تعرف هذه المعلومات، ولسه في عندي الكثير من هذه المعلومات، في هناك الكثير من هذه المعلومات، وخاصه عن مريم اخت محمد بن راشد اللي كان متزوجها شيخ قطر سابقا، حاكم قطر زمان، ما هو تزوج مريم، وهو اللي بنى في قطر، هو الذي بنى الأرضية التحتية لدبي، يعني هو الذي بنى دبي. وبعد ما توفى مريم عم تلعب دور، مريم عم تلعب دور حتى في التحرير على قطر، وأنا عندي معلومات أكيدة في هذا الموضوع، مع أنه زوجها هو اللي بنى بلدها اللي هو كان حاكم لقطر سابقا، هو الذي بنى دبي، هو الذي بنى الأرضية التحتية لدبي، هو اللي أصدر عملة، في عملة في الريال القطري الدبوي قبل دبي ما تدخل في الاتحاد، هذا تبع الشيخ زايد، العملة كان مكتوب عليها اسم قطر، المكاتب التعليمية في دبي قطر، اللي هلا محمد بن راشد عم بتآمر على قطر، وراح جاب ولد قطري أمه من الحبتور، وبلشوا جماعة الحبتور صار يطمعوا انه والله يحطوا هذا الولد حاكم لقطر ويحطوا ديهم على قطر. كل هذا هيك ما كشفها هذا الشيخ القطري عبد الله
حكاها قال لي يا عمي هذا ابن سلمان وابن زايد دول طمعانين في البلد طمعانين في قطر قضية لا لها علاقة بإرهاب وإنه بالخطر تبعت الإرهاب وبحطة الجزيرة بددددد ومش عارف كلها هي قال لك والله هذه ما هي بالتعريم نمسك هالبلد هاي وفيها أبار غاز ثروة هائلة وبناخذه وبناخذ حال القطريين وبنعيد أمجادنا ما هي أمجاد آل نهيان هي في كل تاريخهم حكيناها مليون مرة كل تاريخ آل نهيان قائم على سرقة قبائل قطرية 90% يعني هم كانوا يسرقوا كل فترة وفترة يغيروا ينوعوا يروحوا يسرقوا شوي من هناك مع عدبان مش عارف ايش عمان كذا انما 90% من عملياتهم كانت لها علاقة بسرقة الحلال القطري القبائل القطرية والعشائر القطرية وهذا قضية الحصار الموجود الآن قطر هي قصتها أبدا هي عملية سرقة لصوص كانوا بدهم يسرقوا حلال قطر ولا لها علاقة لا بسياسة ولا بإخوان المسلمين ولا قرود علشان هيك أنا بدي أصير أعمل نقاط زي هاي ألقي عليها أضواء لأنه واحد عم بيحكي فيها مصبح وبدرية ما حد عم بيحكي فيها وبدرية اللي بتحله وتربط لما كان في الشارقة كانت بتحله وتربط ولما موجودة وهي الآن في دبي أنا قصدي لما كانت في دبي كانت بتحله وتربط ولا زالت في دبي يعني محمد بن زايد بيعمل مسيار هي لا زالت في قصرها في دبي كل ما هنالك تغير الزوج أخوها راح لأبو ظبي لأنه صار مدير مكتب محمد بن زايد من مدير مكتب محمد بن راشد انكحش صار مدير مكتب محمد بن زايد وعلى فكرة بدرية قالت لي إحدى التي تعرفها معرفة شخصية قالت لي جميلة جدا برضو عشان ما حدش يقول لي أنت يعني لا جميلة جدا يعني واحد يعرف قالت اثنين فارس العرب وفارس العرب ناطور العرب وناطور العرب يعرف قالت اثنين طبعا حلوة ويمكن هيك الله يبعث لي شي يوم هيك وانا قاعد بفندق وانا جاي في وشي على قيد على قصة الفنادق برضو من الكتب والتعليقات يا عمي بتنزل بفنادق انت فايف ستارز طبعا يا عمي بالفنادق اللي تنزل فيها الشيخ فاطمة يعني هذا يا عمي بقدي هذا قلت انا جاي انا من 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 تالي مزبلة ابوك ولك ما انا لما كنت لما دعتني اليونسكو في مؤتمر لشبونة وانا نيموني عسطوح منزلت بفندق فايف ستار لما حضرت مؤتمرات اتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين في بيروت فندق البوريباج وفي اليمن وفي الجزائر منزلنا بفنادق فايف ستارز لما حتى هون لما رحت حضرت المؤتمر اللي عملته مره الجاليه العربيه في لوس انجلوس نزلنا بالهيلتون فايف ستارز مش ون ستار لما حتى يعني حتى الرحلة الأخيرة هي اللي قمت رحت إلى لندن من رحت بدعوة طبعا نزلت في فندق فايف ستارز نزلت في الكونتيننت اللي كان بدا ينيموني على السطوح في الشارع لما دعاني صديقي الدكتور مصطفى إلى نيويورك نزلت بفندق وورلد أوف إستوريا أشهر فندق في الولايات المتحدة ما هي برضو الداعي يعني هي قيمة الداعي والمدعو يعني ما في واحد بيجي بيقول لك تعال أبو نضال أنا داعيك وبدو ينيمك في الزريبة حتى أنا يعني أنا لما أوجه دعوة لصديق ويجي يزورني بهيوستن بحجز له بفندق فايف ستارز طبعا ولا بدأ نيمه عند رستم في الخم بعدين حتى انا زيارات يعني انا لما اروح مثلا على بلد زي لاس فيغاس هذه فيها فنادق 7 ستار بنزل بالفنادق هاي 7 ستار مش لاني انا والله عندي امكانيه ادفع انا مرات بنزل ببلاش اما لكوني صحفي او لانه بكل لي بوينتس هاي طبعا يعني الناس اللي بنزلوا فنادق بيعرفوا ايش يعني اللي على امريكان اكسبرس بكون عندك بوينتس بيطلع لك حتى تذكر الطائره واقام فندق ببلاش أو لاس فيغاس مرات بتعمل تنزيلات مش قلت لكم أنا نزلت مرة فندق فايف ستارز بلاس فيغاس $15 الليلة فطبعا أنا لما أكون مدعو بنزل بفنادق محترمة طبعا ولا وين بدي أروح أنزل بالشارع حتى لما حكيت أنا عن رحلتي بأويسز أوف ذا سيز السفينة العملاقة هاي اللي قطعت المحيط أنا كنت حاجز غرفة عادية أرخص غرفة بالسفينة لما جيت بدي اطول الكريدت كارد فتحت المحفظه بدي اطول الكريدت كارد عشان يعملوا تشارج عليها شافت البنت الكارنيه الصحفي تبعي نقلوني لجناح
في تقرير هون للصحفيين يا عمي الإعلاميين، حطوني في جناح سويت. فطبعا أنت لما تجيك دعوة من صديق ولا من جهة ولا من جمعية ولا ما، طبعا بدي يحطوك في فندق 5 ستارز، لكن بدك تروح تنام في الشارع. هذا الذبان ما هذول شحدي يعني. المشكلة أنه الأنظمة هاي الخليجية تبعين السعودية والبحرين والإمارات بيجيبوا شحادين بيشغلوهم ذبان، ما بينفع. عشان هيك كثير بيقول يا عم شو هالطاقية الحلوة يا عمي، ولا يا عمي ما طول عمري بلبس طواقي حلوة لكم، طول عمري بركب في كروزز قبل اليوتيوب بثلاثين سنة. حبسوا إنسان شيق تسمع له. وهذا السيد هذا يا أسامة فوزي يموت على الجزائريين، يحب الجزائريين، يحبوا مدين، قرأوا معاه الجزائريين، كانوا يقرأوا الجزائريين معاه قبل الثورة. يقول لك كانوا متفوقين في الفوتبول، متفوقين في القراية، يشكر بزاف الجزائريين وقلبه دائما مع الجزائر. هاد لو تيتر هذا واش راح نقولوا باسكو هو يفضح الناس. على كل حال ما يفضحش الناس نابورتوكي، بصح يفضح اصحاب الشرق الاوسط بزاف، كيما الاخر اللي تزوج مع مع طفله 12 سنه ستان بيدوفيل، ومن بعد 16 زوج خوها، خوها تزوج بها ومن بعد عاود رجعها. هذا هو حرام، هذه وحده هما يعرفوا الحرام ما يعرفوش الحرام. هاد لو تيتر انا ندير له لماذا تزوج محمد بن زايد من طريقة محمد بن راشد، هكذا باش كي نعاود نسمعها نديرها، باسكو ماشي حال نوسعها اليوم تدخل الويكاند ان شاء الله نديرها. دوك نسمعوا واش هو يقول على بن سلمان وتهديده للجزائر، على بال بلي راح نضحك. مازال ما سمعتهاش، نسمعها معكم. على كل حال نسجلها ونسمعها وميمطون. السلام عليكم.